بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. الصديق كلمة جميلة، وهو مشتق من الصدق، فعيل، صفة مشبهة من الصدق. والصفات المشبهة باسم الفاعل تدل على السجايا وعلى الصفات الذاتية. لذلك عليك أن تحترز وتحترس في إطلاق هذه الكلمة. بفضل الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أكرمنا بأصدقاء كثير في بلاد كثيرة، ولكن أيضا وجدنا معارف، أحيانا يكون زميلا في العمل في الدراسة، أحيانا يكون بينك وبينه مصلحة وأخذ ورد، وربما دعوة طعام وشراب، ذهاب في مكان أو إلى مكان، لكن لا يوجد صدق في التعامل. والخبراء السابقون، الحكماء، حكماء العرب، نبهوا إلى هذا، ولا سيما في بلاد الغربة، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه. قد يغر الإنسان. المقياس ما هو؟ العودة إلى اللغة. هل هو صادق في صحبته؟ إذا ما احتجت إليه هل يقدمك على نفسه؟ إذن هو صديق. هذا مقياس. إذا قدمك على نفسه فهو صديق. إذا وجدته مهتما لك، لا يستطيع أن يقدم لكن اهتمامه شديد، يمنعه النوم، يجعله يقوم لك بالأسحار، يدعو لك، ترى منه الود، صديق. كل الناس وكل الحكماء، ويعني في أدبيات الخلق جميعا، التحذير من صديق النعمة. من هو صديق النعمة؟ إذا أغناك الله سبحانه وتعالى يتساقط إليك أناس كثير تساقط الذباب. لماذا؟ يبحثون عن مصالحهم. هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. الدرهم والدينار معروفة، الخميصة والخميلة هذه الثياب يعني الفاخرة وكذا، يعني يحبها ويعشقها ويعبدها ويعشق هذا. إذن يعشق المال الذي عندك ويرجو الخير الذي عندك. وسبحان الله، إذا ما أدبرت الدنيا ابتعد عنك. هذا من البلاء وليس صديقا. في تسجيل سابق ذكرنا قصة جابر عثرات الكرام، حينما رأى شخصا من الكرام قد مال به الزمان، جاء فأغناه سرا، وشاءت الظروف أن يتولى ذلك الشخص ولاية عليه فيعاقبه ويغرمه وكذا، وهو بقي ساكتا لولا أن زوجه فضحت السر. كرام الناس هؤلاء، هؤلاء أكبر رصيد في الدنيا. في الصغر ما كنا نعلم، يعني لا نفرق بين صديق وبين زميل وبين معرفة وكذا. وربما يمشي معك إنسان فترة طويلة ويكون حاسدا لك، حاقدا عليك، يحاول أن يسلب ما عندك، يتسلق على ظهرك. هذا بلاء كبير. ولكن إذا ما نضج الإنسان
يبتعد عن هؤلاء الناس تماما، إذ لا ينفعونه لا في دنيا ولا في آخرة. هو يعبد المصلحة التي عندك، مصلحته، يعبد مصلحته التي عندك، ينميها ويربيها. ولذلك في الحديث حينما يذهب شخص من الأشخاص في الحديث الصحيح، فالله تعالى يرسل له ملكا على مدرجة الطريق فيقول له: هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل لك من نعمة تربها عليه؟ إذن إذا كان هناك نعمة تربيها فهذا ليس صديقا. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا الجانب كثيرا في حديث كثيرة، منها حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وافترق عليه، اجتمع على ذلك وافترق عليه، جمعهم الحب في الله، فرقهم الحب في الله. وهذا أيضا في أماكن الصالحين قد تجد النوايا مختلطة أحيانا، لكن يكثر فعلا المتحابون في الله حول الصالحين، ولكن قد تجد أناسا يعني نفسه مريضة، وإن مشى مع الصالحين وإن أطلق لحيته وكذلك يبقى هكذا. هذا خطير جدا، لا تحصل منه شيئا إلا الضرر، مثل ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني حتى إذا فارقك وفارقته يفارقك بريح طيبة. ونافخ الكير، وجلس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ولذلك يا أخي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام. وجدت إنسان أخطأ معك اغفر الخطأ، ولكن لست ملزما أن تخوض معه علاقة جديدة، خاصة إذا تكرر هذا. إذا تكرر هذا والله الغفلة منك، لأن بعض الناس لا يعاملك كما تعامله، أنت تعامله باحترام وحب وصديقي وأخي، هو يعاملك على أنه مثل هذا شجر اسمه الهالوك، هذا يتسلق على الأشجار ويمتص ما عندها من خير، فقط يتسلق. هذا الصنف المتسلق ابتعد عنه، فهو غنيمة، الابتعاد عنه غنيمة في الدنيا، غنيمة في الآخرة، مما أنعم الله تعالى وتبارك به عليه بعد أن يعني خالطت وتعلمت وسافرت ورحلت واكتويت بالنار، بنار أمثال هؤلاء كثيرا. قلصت هذا، أغلقت النوافذ والأبواب أمام المزعجين، فلم يأتي إلا الفضلاء، لم يأتي إلا أهل الصلاح، لم يأتي إلا أهل التقوى. تأتي صداقات جديدة مبنية على الحب، مبنية على رضا الله سبحانه وتعالى. ولا أزكي نفسي، نستفيد من هؤلاء، نستفيد منهم، لأنه ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة، وتكون أنت معه إذا زارك هو في الله، ليس لك وله مصلحة، فقط لله. هذا إذا ما نجا يوم القيامة ينجيك معه، كما في الحديث. وقد جرى يعني جرت عادة الصوفية إذا ما التقوا مع الصالحين أن يتعاهدوا على أن الناجي منهم يأخذ بيد صاحبه يوم القيامة. إذن ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة، لا يأتيك منه ضرر. إذا اطلع على نعمة يدعو لك بزيادتها، إذا اطلع على
سلبيات يسترها وينصحك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.